الحماية المدنية لولاية البيض خلال هذا الأسبوع 13 حادث مرور خلفت 29 قتيلين. القاتلين هذو كانوا بالطريق الوطني رقم 6 بين رابط ولاية سعيدة بولاية البيض على بعد 15 كيلومتر عن بلدية الخضر. لنفس الفترة خلال الأسبوع 12/9 عقرب. الناس تعرضت لساعات العقارب خاصة أنه فصل الصيف ونحن نعرف أن هذه الحشرات تكثر خلال هذا الفصل، بينما السن تاعهم الأكثر عرضة كانوا هم الأطفال.